السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير كده وبأتم صحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا رانيا، يوميات رنوش رنوش، ودي قناتي وده اللوجو بتاع قناتي، ودي قناتي أنا بعمل فيها روتين، بعمل فيها فلوجات، بعمل فيها مقالب، بعمل فيها وصفات للبشرة كتير جدا وللشعر، وزي ما انتي بتطلبي وبشرك ووصفات كتيرة جدا 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 هتعجبك قوي قوي، وصفات اكل وكل حاجة ان شاء الله تنول اعجابكم. اتمنى دعم يا جماعة بعد اذنكم، يا ريت نهتم شوية بالقنوات الصغيرة فضلا وليس امر. انتوا كله اهتمامكم بالقنوات الكبيرة، احنا بجد بجد يعني نستحق فعلا الدعم، لان احنا قنواتنا لسه صغيرة ومحتاجين ونفسنا انها تكبر. يا ريت، انا معايا النهارده جايه لكم النهارده بقناتي، ومعايا مجموعه قنوات صغيره منها متفعل ومنها مش متفعل. اتمنى ان انتوا تشاركونا رايكم في القنوات ديت، واتمنى ان انتوا تدعموهم فضلا وليس امر طبعا، وتشجعوهم. اسيبكم مع بقيه القنوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا زوزو من قناه بيتك بسيط مع زوزو، ودي لمحه بسيطه صغيره عن قناتي. هي بقدم فيها فلوجات وروتينات واكلات وحلويات حلوه كتير، ان شاء الله تنال اعجابكم، وعايزاكم تدعموني وتقفوا جنبي، وان شاء الله نكبر ونبقى عيله كبيره مع بعض. ودي القناة بتاعتي اسمها بيتك بسيط مع زوزو، واتمنى ان انتوا تشرفوني في القناة وتدعموني، يعني هبقى فرحانة جدا وسعيدة. اشوفكم على خير ان شاء الله، باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. معاكم زوزو من قناة بيتك بسيط مع زوزو. انا قناتي بقدم فيها روتينات، وبقدم فيها طبخ، وبقدم فيها حلويات وحاجات حلوة كتير، يا رب تنال اعجابكم. لو عجبتكم قناتي يا ريت تشرفوني وتنوروني حبايب قلبي، بحبكم قوي، اشوفكم على خير ان شاء الله، باي باي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ دي قناتي، انا اسمي دينا شاهين، وقناتي اسمها يوميات دينا شاهين. بعمل اكلات فيها، بعمل مكرونة، اي حاجة، اي اكل يعني، محاشي، كبدة، جلاش زي ما انتم شايفين كده، قرص، محشي، كشري، بسبوسة، بعمل حلويات، وبعمل حلو وحادق وقرص، وان شاء الله لسه في، انا لسه عامله القناة من شهر، ولسه ان شاء الله هعمل اكتر يعني. ودي صفحتي اهي، واي حاجه بفر يعني، التفريزات برضو منزلها في القناه بتاعتي. انا عامله القناه كده بقالها شهرين بالظبط، ده اول فيديو بتاع طريقه البسكوت، بقاله شهرين زي ما انتم شايفين، انا لسه جديده يعني. اللي حابب يخش عندي ويشترك يتفضل، ودي اسم قناتي اهو، اهي يوميات دينا شاهين، تمام. تنسوا اللي يخش بقى يا حبيبي يشترك ويعمل اللايك ويدعمني، شكرا يا رنوش. اعمل لكم الفيديو ده، دي قناتي، قناه اكلات سلف مطبخي، دي فيديوهاتي كلها، يا رب تعجبكم، واتمنى كده تنال رضاكم، واحب ان انتوا تشتركوا عندي وتدعموني، علشان انا عمري ما هكبر غير بيكم. ربنا يخليكم ليا احلى اخوات وصحاب في الدنيا. يا رب كده تكون فيديوهاتي تكون بتعجبكم، انا عندي فيديوهات كتير كتير كتير، وحابه ان انتوا تشاركوها وتشوفوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. يا رب كده تنال على اعجابكم، وانا بحبكم في الله احلى اخوات. انا عندي في القناة يعني في حاجات كتير انا عاملاها، ممكن يكون بعض منكم ما شافهاش، فاتمنى ان انتوا تشوفوها وتكتبوا لي تعليق حلو، وتقولوا لي اذا كانت قناتي عجباكم ولا لا. انا بحبكم جدا جدا، كل صحابي واهلي وحبايبي، ربنا يخليكم ليا يا رب.
انا طبعا الفيديوهات كتيرة قوي، مش عارفة اذا كنت هعرف اوصلها لكم كلها كده ولا لا. يا رب المحتوى بتاعي يعجبكم، وانا طبعا اكيد لازم انوع في القناة. عندي ناس كتير قالت لي خليها متنوعة، وانا على قد ما بقدر والله بعمل. دول اخواتي وصحابي وحبايبي، انا طبعا بحب ارفع لهم على طول على المنتدى زي ما انتوا شايفين كده. بحبكم يا احلى اخوات واحلى صحاب في الدنيا. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا الجرس كده عشان يوصل لكم من عندي كل جديد انا بقدمه. طبعا انا جبت لكم محتوى القناة كله، وجبت لكم كمان اللي انا برفعه على المنتدى عندي. احب اقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هستناكم. السلام عليكم. مطبخ السعد السعد، انا قناتي اسمها مطبخ السعد السعد. بطلب من كل حبايبنا اللي بيتابعوا الفيديو تشتركوا عندي في القناة، بس حاجة بسيطة جدا، تكتبوا مطبخ السعد السعد هتظهر لكم صورة قناتي. يا ريت تشتركوا عندي في القناة، وان شاء الله بإذن الله تجدوا كل الجديد. انا قناة متنوعة بقدم فيها وصفات وأكلات وحلويات ومعجنات وكل الأكلات المصرية اللي طبعا احنا بنحبها وبنموت فيها. وده ما يمنعش ان عاملة شوية أكلات مش مصرية بس بنكهة مصرية وبالدم المصري طبعا. تكاتنا وحركاتنا المصرية كلها هنا عندنا حصرية، وكمان زي ما حضراتكم شايفين الفيش الصعيدي على أصله عندي على القناة، والعيش الشمسي وكل الأكلات اللي ممكن تخطر على بالكم إن شاء الله بأمر الله عندنا في قناتنا. وكمان بطلب من كل المشاهدين يدعمونا، إحنا مجموعة قنوات عاملين فيديو مجمع لكل القنوات بتاعتنا، كلنا قنوات بأمانة مجتهدة، فياريت تشجعونا وتدعمونا، تشجعونا بالاشتراك واللايك والشير والسبسكرايب، علشان إحنا بصراحة مش عايزين نعمل ولا نخش في مسابقات وفي حاجات من اللي انتوا طبعا عارفينها. احنا قنوات مجتهدة جدا، بنشتغل على نفسنا وبنقدم محتوانا، وان شاء الله بإذن الله محتوانا هيعجبكم، وكل اللي هيشوف قنواتنا ان شاء الله بإذن الله هتعجبه. قناتي مطبخ السعد السعد اتفضلوا فيها، هتلاقوا كل ما هو جديد وكل ما هو مفيد. عاملة كمان ريفيوهات عن ادوات منزلية وريفيوهات عن مستحضرات تجميل، وكل ما هو جديد وحصري هتلاقوه هنا وبس من مطبخ. انا قناة ماسة كروشيه، دي قناتي. انا قناتي كلها عبارة عن هاند ميد وكروشيه، وفيها منوعات كمان. يا رب شغلي يكون سهل وبسيط ويعجبكم. لو عايز تعلمي الكروشيه من الصفر لغاية لما تبقي محترفة، خشي القناة وانت هتلاقي كل حاجة فيها. حتى في شغل، حتى لو انتي مش بتعرفي تمسكي الإبرة هعلمك تمسكيها ازاي وتبدأي تشتغلي هدايا وتفرحي ولادك. ماسة كروشيه، لو لسه مشتركتيش اشتركي معايا عشان تعرفي كل جديد عن فن الكروشيه. شكرا، بالتوفيق للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم علا من مطبخ ومنوعات على السورية. هاي قناتي ومحتواي بيقدم طبخ ومنوعات وفلوقات تحديات. يلي بيحب يتابعني يروح يشترك بالقناة، يفعل جرس التنبيهات مشان يوصلك كل جديد. هاي جميع الفيديوهات بقناتي، يا رب تكون نالت اعجابكم.
يلي بيقدر يشير كمان الفيديوهات ويشير اسم القناة ما يقصر. وكتر خيركم، الله يجزيكم الخير يا رب. يلي ما بيعرفني، انا سورية وعايشة بمصر. يا رب تكون نالت اعجابكم، فيها اكلات طبخ يعني، وفيها حلويات وفيها تحديات وفيها كل شيء. يا رب تنال اعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسيت لكم كمان، لا تنسوا كمان تكتبوا لي كومنت حلو يشجعني ويحفزني، وبنبسط كتير بالكومنتات اللي بتكتبوا لي اياها. وهلا برجع بقلكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بخير، انا النهاردة جاي اقول لكم على فكرة ان انا اعمل فيديو كده على قناتي، ان انا اوريكم قناتي. وانا قناتي طبعا اكل، انا سارة الريفية، يوميات سارة الريفية سارة. وانا سارة بقول لكم ان انا عاوزة دعم منكم عشان قناتي تكبر بيكم. فانا معايا هنا الفيديوهات اللي انا بقدمها كلها طبخ واكل يعني. بعمل اكلات جميلة جدا، حلويات ومشروبات ومحاشي بقى ومشاوي وكل حاجة في قناتي. فيديوهاتي برضو جميلة، تعجبكم جدا. ان شاء الله اللي يخش على قناتي يشوف فيديوهات حلوة قوي هتعجبكم. وبعمل تفريزات كمان، ولرمضان بقى، وبعمل روتينات وحاجات حلوة كتير، وحلويات وكيكات برضو وتورت. والحلو كله عندي هنا في قناتي، عاوزاكم تخشوا وتشوفوها، ان شاء الله هتعجبكم جدا. وفيديوهاتي حلوة قوي. وبعمل كمان مشتريات، وبعمل كل عملت كل جميع المخللات عندي برضو، وكل جميع المخبوزات عندي في قناتي. خشوا قناتي يا جماعة تعجبكم جدا، عاوزة منكم دعم. ومخبوزات حلوة قوي، يا رب القناة تعجبكم ان شاء الله. كل من هو يخطر على بالكم في الاكلات انا عملتها، حاجات حلوة كتير وطرق سهلة جدا جدا يا حبايبي. خشوا على القناة وشوفوها هتعجبكم قوي، يا رب القناة تعجبكم وتنول رضاكم. انا عندي هنا على القناة اكتر من 200 فيديو، بتمنى منكم تخشوا تشوفوا الفيديوهات وتدعموني، يا رب القناة تعجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي النهاردة معكم يوميات كوكي. هحب اكلمكم عن ثلاث قنوات مع بعض. قناة يوميات كوكي، ودي قناة هتلاقي فيها تحديات، هتلاقوا فيها خروجات، هتلاقوا فيها حاجات جميلة، كمان فيها بعض الاكلات وبعض الحلويات، فيها بنقدم فيها حكم مواعظ مواقف من الحياة. هتلاقي فيها سلسلة شوب وعصير ومعلومة مفيدة، هتلاقي فيها نصائح طبية، هتلاقي فيها حاجات جميلة جدا. كمان هكلمك على قناة فوفا فاشن، هتلاقوا فيها عن الموضة، عن الأزياء، عن التجميل، ماسكات، ازاي بتنظف البشرة، ازاي بتعالج الهالات السوداء اللي تحت العين. هتلاقوا فيها نصائح دينية، فيها قناة متنوعة. كمان هكلمك عن قناة يوميات مرمر، ودي قناة جميلة فيها تحديات وفيها خروجات وفيها حاجات جميلة. اتمنى ان انتوا يعجبكم، واللي يعجب الفيديو ويعجب القنوات ياريت يعمل اشتراك ويعمل لايك ويعمل شير للفيديوهات. وعايزين تعليقاتكم الجميلة وتنورونا ان شاء الله في القناة. انا بحبكم كلكم، اشوفكم على خير ان شاء الله.
السلام عليكم، معاكم زعفران وقرنفل. القناة بتاعتي ديت يا جماعة بعرضها لكم وفيها كل ما تشتهي وكل الأكلات معاكم، معاكم المحاشي والحلويات والتكات والحركات معانا، وكل القنوات بتاعتنا جميلة وبتدعو للجمال والتفاؤل. لو كنت مش بتحبي تخش المطبخ معانا هتحبي مطبخك قوي، وكل حاجة معانا سهلة ان شاء الله بمقادير بسيطة. ما عليك انك تشتركي في القناة وتفعلي الجرس علشان يوصلك كل جديد، ويا ربي قناتي تعجبكم. وزعفران وقرنفل من بسبوسات لمخبوزات لبيتزات. ان شاء الله المرحلة الجاية هنبتدي نشتغل على الدايت والكيتو دايت، وازاي السعرات الحرارية تكون بسيطة معاكي. معليك ان شاء الله انك تدعمينا وتفعلي الجرس علشان اي حاجة ننزلها واي جديد يوصلك بامر الله. ويا رب القناة تعجبكم وبالتوفيق للجميع.